هاي جايز، اليوم بدنا نحكي عن اخطاء الميك اب، شو لازم وشو ما لازم نعمل نحن عم نحط ميك اب. تابعوني. وهلا الحقسم وجهي قسمين، بهالميله رح فرجيكم الطريقه المضبوطه لوضع الميك اب، بهالميله رح فرجيكم الاخطاء يلي بنرتكبها نحن عم نحط ميك اب. من الأخطاء يلي ممكن نرتكبها هي أنه نستعمل درجة فاونديشن أفتح أو أغمق من بشرتنا. وبالنسبة للآيلاينر لازم قد ما فينا نتجنب نتخنها ونطولها، وبالتالي نعمل شكل آيلاينر بناسب عيننا. من الأخطاء يلي بنرتكبها أكتر شي هي زيادة كمية البلاش على وجهنا. مثل ما منعرف كونتورينج شفاف كتير دارج هالأيام ليعطينا شفاف أكتر امتلاءً بطريقة طبيعية، بس للأسف من أكتر الأخطاء اللي بنرتكبها هي زيادة تكبير شفاف بالحمرة أو الكونتور.